السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على كل متابعي الكرام. أحب أرحب بحضراتكم وأشكركم على دعمكم للقناة، وأرجو لايك للفيديو واشتراك في القناة ونفعل زر الجرس على الكل ليصلكم كل جديد من القناة. بالنسبة للصور اللي قدام حضراتكم دي صور الفنانين بيتوافدوا على تشييع جثمان والصلاة على الفنانة دلال عبد العزيز من مسجد المشير طنطاوي، وطبعا اول الحاضرين كانت الفنانة شيرين والفنانة إلهام شاهين وكمان هالة سرحان، وطبعا عدد كبير جدا من الفنانين ونجوم الفن في انتظار تشييع جثمان الفنانة دلال عبد العزيز. والفنانة نهال عنبر في حديث ليها مع الصحفيين قالت ان الفنانة دلال عبد العزيز، وبسؤال احد الصحفيين عن دخول الفنانة دلال عبد العزيز في غيبوبة قبل وفاتها، واكدت الفنانة نهال عنبر بكده وقالت ان هي فعلا دخلت في غيبوبة، وكمان انهيار الهام شاهين في جنازة الفنانة دلال عبد العزيز وانهالت بالبكاء فعلا، وطبعا منظر بجد ربنا يرحمها ويصبر اهلها ويصبر بناتها ويلهمهم الصبر والسلوان. اما بالنسبة لأحمد السبكي كان اول الحاضرين في مسجد المشير طنطاوي للصلاة على الفنانة دلال عبد العزيز، وكمان درة والفنانة درة وزوجها حضروا، وكمان في ناس كتير جدا خارج الوسط الفني في انتظار الصلاة على الفنانة دلال عبد العزيز. وانهيار ايمي ودنيا لحظة وصول الفنانة ميرفت امين لتودع الفنانة دلال عبد العزيز، وطبعا الفنانة ميرفت امين كانت في المستشفى امبارح ووصلت لتودع الفنانة دلال عبد العزيز بعد وفاتها. واللي امام حضراتكم ده الفنان سمير صبري جاي يودع الفنانة دلال عبد العزيز، ونجوم كتير جدا من نجوم الفن في انتظار الوداع الاخير للفنانة دلال عبد العزيز. اما شقيق الراحل سمير صبري فانهال بالبكاء في المسجد على الفنانة دلال عبد العزيز وعلى كمان رحيل الفنان سمير غانم. البقاء لله وإنا لله وإنا إليه راجعون. نسألكم الدعاء لها بالرحمة والمغفرة. وبكده يكون خلص الفيديو اللي معانا، وارجو لايك للفيديو واشتراك في القناة ونفعل زر الجرس على الكل ليصلكوا كل جديد من القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.